واش اخوتي واخواتاتي، السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. تحياتي لكم جميعا. اليوم ان شاء الله غنتكلموا على واحد الموضوع، الموضوع ديال اعتقال يوسف الزروالي. اعتقال ديال يوسف الزروالي، واحد السيده كدعى زينب بنت الشعب وتابعته قضائيا وخرجت بفيديوهات كتهضر بانه هو نصاب، هو كذا هو كذا. المهم اخوتي اخواتاتي، غادي تسمعوا التفاصيل ديالها، وهي راكبه السياره ديالها وكتهضر، يعني صراحه غادي تسمعوا كل شيء. تحية كبيرة، السلام عليكم، وتحية كبيرة وكبيرة بزاف من زينب بنت الشعب، للشعب المغربي كله داخل وخارج أرض الوطن. أنا زينب بنت الشعب اليوم جيتكم بخبر، خبر سعيد وكبير وكبير وكبير، ويا ما تسنيتوا، يا ما تسنوه الناس، يا ما تسنوه المغاربة من سنين من سنين وسنين، هو أنه تم اعتقال يوسف الزروالي، تم اعتقال النصاب الكبير يوسف الزروالي. واليوم اليوم جاني الخبر، عيط عليا المحامي ديالي الاستاذ حسن طاس، المحامي الفاشل، المحامي الفاشل اللي هددوا بالعزل، اللي هددوا بالعزل. انا زينب بنت الشعب، تم اعتقال يوسف الزروالي على يدي زينب بنت الشعب. زينب بنت الشعب، يا فرحتها ويا فرحتها ويا فرحتها ويا فرحتها، يحيى العدل يحيى العدل، ويحيى المغرب، ويحيى الديمقراطية، وعاش الملك وعاش الملك. هنا كنقولوا عاش الملك، ماشي كل نهار، وعاش الملك والضحايا 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 مساكين، يا ما بكاو ويا ما شكاو، يا ما بكاو ويا ما شكاو. لا إله إلا الله محمد رسول الله، الله أكبر الله أكبر. تم اعتقال النصاب الكبير، النصاب الكبير، وما غيكفينيش فيه سنين وسنين، وما يكفينيش فيه إلا تحكم بعشرين عام، ما تكفينيش، وما تفردش النار ديالي، وما تفردهاش وما تفردهاش. زينب بنت الشعب، تم اعتقال يوسف الزروالي على يدي يا زينب بنت الشعب. وما أدراك ما زينب بنت الشعب. ويحيى العدل ويحيى العدل، وسلام سلام. ممكن ما شفتوا اخوتي اخواتاتي، غنمروا للفيديو الثاني، الفيديو الاول، هذا الفيديو الاخر اللي دارت باش كان. المهم نشوفوا الفيديو، تصريح اخر اللي كانت واحد الفيديو اللي خرجات به في القناه ديالها. المهم تصنتوا اخوتي واخواتاتي. السلام عليكم، وتحيه كبيره وكبيره بزاف من زينب بنت الشعب، للشعب المغربي كله داخل وخارج ارض الوطن. كيما موالفين دائما، غندخلوا بواحد الدعاء اللي هو يا ربي ويا ربي تهز علينا هذا الوباء كوفي 19، وتشفي جميع المرضى، وترحم جميع الموتى، وترزق الاهالي ديالهم الصبر والسلوان. الوغ كيما شفتوا، كنت درت واحد الفيديو ما قبل الاخير، وكنت قلت لكم انه كاينه واحد المفاجاه، وفعلا كاينه مفاجاه، ووعد الحر دين عليه. الوغ بناء على الشكايات اللي قاموا بها الضحايا، واللي انا معاهم ضد النصاب الغني عن التعريف، والاجراءات اللي المدققه والعميقه اللي قامت بها الضابطة القضائية، أخيرا المفاجأة هي أنه هذا النصاب إن شاء الله غدا غدا إن شاء الله غادي يكون في المحكمة أمام وكيل الملك، وغيكونوا جميع الضحايا، جميع الضحايا تنقولها وتنعاودها، والحمد لله، والحق يعلو ولا يعلى عليه. وكما كتقول أنت أيها النصاب، كتقول لي كل فرعون موسى، وانا تنقول لك انا هو موسى ديالك زينب بنت الشعب، انا هو موسى ديالك. وغادي نقول لكم خوتي عزاز وخواتاتي وولادي وبنياتي وحبابي وحباباتي، كلكم خصكم تشاركوني هذه الفرحه، هذه تشاركوها ليا. وكنوعدكم انه دائما دائما غيكون عندي لكم اخبار، واخبار اللي هي صراحه غتكون
صحيحة وصحيحة جدا، ما فيهاش الكذوب، ما فيهاش الزيادة، ما فيهاش نقصان، كيف ما بغات تكون غنجيبها ونحطوها لي غنحطها لكم. الو دائما ترقبوا الجديد من فم زينب بنت الشعب وفي قناة زينب بنت الشعب، وترقبوا الجديد مع زينب بنت الشعب. سلام. المهم كما شفتوا اخوتي واخواتي، كان هذا هو الفيديو. كانت هذه السيده هذه اللي متابعه يوسف الزروالي، يعني من شحال هذه صراحه وهي متابعه، حيت انا كنت متبعه هي ومتبع الاخ يوسف الزروالي، متبعه الاخت هذه، يعني هي دابا غادا تبين كل شيء وغادا توضح كل شيء. اللي ظالم راه غيبان واللي مظلوم راه غيبان، المهم اللي ظالم الاخر راه غيبان. المهم كنتمنوا هذا الشيء هذا يخرج بالنتيجه، يعني تبين الحق. احنا ما غنقولوا لا هاك لا هاك، يعني احنا غنمشيو في الوسط. ما تقدرش تحكم على واحد الانسان اللي انت ما كتعرفوش مزيان، يعني نمشيو على الحق، يعني نمشيو مع القانون، حنا مع القانون. المهم تحياتي لكم جميعا، الا شفتي هذا الفيديو هذا اول مره فكن من المتتبعين ديال علي المسعودي فلوغ، واشترك في القناه ودير زر لايك باش يبقى يوصلك كل جديد، ونتمنوا ترجعوا، راه عندي فلوغات زوينين وعندي فيديوهات زوينين. المهم تحياتي لكم جميعا، وما تنساوش لايك سبسكرايب.